وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية. برحب بحضرتك وجودك معنا يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. اتفضل فندم. يعني لغاية النهاردة يا دكتور بنتكلم على يعني هل التحركات المصرية والتحذير من مخاطر استمرار التصعيد الإسرائيلي على أمن واستقرار المنطقة، يعني كيف تقرأ وترى هذه التحركات منذ بداية الأزمة؟ هو كما تعلم القاهرة لا تزال تكرر مقارباتها في التعامل مع مشكلة غزة والترتيبات الأمنية والاستراتيجية التي تقدم عليها إسرائيل من جانب واحد، رافضة التجاوب مع كل التوجهات والمواقف الإيجابية التي تتحرك فيها مصر، سواء كان بتقديم مقترحات لوقف إطلاق النار، وكان آخرها كما تعلم المبادرة المصرية التي أعلنت خلال الأيام الأخيرة وتم تقديمها بصورة يعني تستهدف بناء إجراءات ثقة مع الجانب الحماس وجانب إسرائيل. نعم. وتبقى أطر عامة يبنى عليها، دخلت الولايات المتحدة وقطر على الخط وتجاوبوا وتفاعلوا بتقديم مزيد من الرؤى. الموقف المصري موقف داعم ومستمر، لأنه لا يتوقف عند مجرد إجراء الوساطة، لكن الدور يتمدد في اتجاهات متعددة تجمع ما بين الإنساني والسياسي وأعمال الإغاثة ومحاولة تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطيني وإعادة تقديم القضية الفلسطينية للواجهة الدولية. فبالتالي مسارات ومقاربات التحرك المصري في ملف غزة متعدد ولا يقتصر على دور واحد، ربما يكون الدور الأبرز هو طبعا ممارسة دور الوسيط المباشر مع الأطراف المختلفة وإعادة تقديمها بصورة تلقى قبول من قبل الطرفين. نعم. عين القاهرة دائما على الداخل أيضا لتوفير كامل المساعدات كما تعلم لحاجة القطاع في معبر رفح، وطبعا التعنت الإسرائيلي المساعدات بتدخل كإجراء مؤقت من كرم شالوم كرم أبو سالم كإجراء مؤقت في أفكار كثيرة مصر قدمتها في الفترة الأخيرة، وكما أشرت إلى آخر ما تطرحته مصر والمبادرة المصرية. بالتالي نستطيع أن نقول أن مصر تتحرك في اتجاهات عدة لمحاولة وضع الأمور في إطارها ومنع طبعا الأعمال الإجرامية اللي بتخدم عليها إسرائيل في عمق القطاع بترتيبات أمنية من جانب واحد دون أن يكون هناك أي تجاوب مع الطرح الدولي والمصري في هذا السياق. نعم. طيب دكتور طارق، يعني هل في رأي حضرتك هل فقد المجتمع الدولي أدواته للضغط على إسرائيل لوقف العدوان؟ لا يزال المجتمع الدولي يعني غير حاضر في المشهد لاعتبارات جديدة. إذا كانت الدولة المصرية نجحت في إعادة تقديم القضية الفلسطينية للواجهة الدولية، لكن هناك تواطؤ وتباطؤ في إدارة أزمة وحل أزمة. القضية لم تكن في الإدارة الأمريكية، شريك متضامن مع إسرائيل قولا واحدا فيما جرى ويجري بصرف النظر عن طبيعة الدور الأمريكي، لكن بطبيعة الحال المجتمع الدولي والقوى الدولية وخصوصا الغربية هي من قدمت السلاح لإسرائيل، وهي من قامت بتمويل إسرائيل وزيادتها بسيارات متتالية وغيره، بصرف النظر على أن الجمهور الدولي الأوروبي الأمريكي شهد تظاهرات كبيرة على الأعمال العدوانية التي قامت بها إسرائيل في عمق القطاع، لكن على المستوى الشعبي طبعا لكن المسؤولين التظاهرات، لكن أتصور أنه الرأي العام والتظاهرات ستحاسب عدد من الحكومات العام المقبل حينما تكون هناك انتخابات 2025، ستشهد عدد كبير من الدول الأوروبية انتخابات سيكون لها واقع كبير ويكون لها تغيرات. 2025 عدد من العواصم الأوروبية ستشهد انتخابات، دعنا أيضا ننتظر نتائج الانتخابات الأمريكية يوم 5 نوفمبر المقبل يعني الأسبوع القادم. أعتقد يا دكتور ده حصل فعلا مع المسؤولين عموما سواء الأمريكان أو الأوروبيين، حتى في مجرد المؤتمرات الصحفية بنشوفه بيحصل بشكل كبير. أعتقد يمكن تكرر المشهد ده يعني ما يعكس حالة الرأي العام في الدول دي. يعني حضرتك هو مطالب أنه تترجم الأقوال إلى أفعال، ليس كافي أن القضية الفلسطينية ليست قضية إنسانية سيد، والأبعاد الإنسانية والأخلاقية يعني تؤخذ في إطار محدد، لكن هي قضية سياسية من الجانب الرئيسي، وهذا ما تصمم عليه القاهرة في إعادة تقديم القضية الفلسطينية من زاوية سياسية، والمطالبة بحل الدولتين والمطالبة بتنفيذ المقررات الدولية في هذا الإطار وتنفيذ القرارات 2-4-3-3-8 و193 وغيرها من القرارات الحاكمة للصراع العربي الإسرائيلي، وليس مجرد أبعاد إنسانية. البعد الإنساني في إدخال المساعدات وغيره هذا أمر مطلوب وبديهي أن يتم
لكن أيضا إسرائيل ترفض التعامل مع مثل هذه الدعوة. وبالتالي أنا أعتقد أنه آن الأوان لنزع شرعية إسرائيل في المحافل الدولية للتعامل مع هذا الكيان، كيان دولة الاحتلال، على أنه كيان مارق وكيان يحتاج إلى مراجعة. كيف يتم يا فندم، يعني إزاي نقدر يعني نطبق مثل هذه الرغبات؟ يعني أنا في تقديري أنه لابد من حملة دولية، لابد من حملة دولية كبيرة على المستوى الأمم المتحدة والمنظمات التابعة. أمر مهم، لا نريد أن ننتظر حكم الجنائية الدولية في حق القادة الإسرائيليين أو رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الأركان، أن تصدر مذكرات توقيف لهم. وعدد قادة أكثر من 1200 ضابط إسرائيلي سيحاكموا، وبدأت الدعاوى يعني تتضح خلال الأيام الأخيرة. محكمة العدل أيضا رأيها مهم، لكنه لم يصدر حتى الآن، هي أصدرت مجرد. وهل ممكن يصدر في ظل الفيتو الأمريكي؟ يا سيدي، هناك أساليب نستطيع أن نتحرك بديلا عنها. هل تعلم أن هناك صيغة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، صيغة متحدون من أجل السلام، حضرتك أنت تعلمها جيدا، لكنها تحتاج إلى تكتل ومواقف وحشدة. بدون هذا لا يمكن، يعني إذا صدر قرار من تحت هذه الصيغة في الجمعية العامة سيكون لها صفة الإلزام، شأن قرار صادر من مجلس الأمن. نعم، وبالتالي هتبقى في إشكالية تحتاج إلى جهد كبير وتحتاج إلى دعم من كافة الأطراف، ليس فقط الدول العربية، لأنه أنت تعلم أن الجمعية العامة أيضا والأمم المتحدة غابة سياسية كبرى تحكمها مصالح، ليس في مجلس الأمن فقط، وإنما في كافة المواقف الأخرى المرتبطة بالمنظمة الدولية. طيب، على نفس السياق يا دكتور، يعني ارتكب الاحتلال مجزرة جديدة في بيت لاهيا، برضو نفس السؤال أو نفس النطاق اللي بنتكلم فيه، أين المجتمع الدولي من حرب الإبادة الجماعية اللي بتتبعها إسرائيل في قطاع غزة؟ هذه الأحداث طبعا اللي حضرتك بتشوفها هي مترجمة لما يعرف باسم خطة الجنرالات، وخطة الجنرالات للأسف أنها لم تحظى باهتمام كبير في الدوائر الدولية. هذه خطة بدأت منذ حوالي شهر، مجموعة جنرالات في المنتدى الاستخباراتي الإسرائيلي وعدد من الخبراء بقيادة الجنرال جورا أيلاند والجنرال أوزي أراد، وكلاهما كانوا يعملان في مجلس الأمن القومي، وجورا أيلاند كان رئيس مجلس الأمن القومي ومستشار مهم في مستشار لنتنياهو، قدم هذه الفكرة إجراء عمليات ترانسفير وترحيل وتهجير وتسكين. واللي حضرتك بتشوفه في هذه الأيام هو مرتبط بده، يعني عايزين يعملوا مناطق معقمة، عايزين يعملوا مناطق مطهرة تمام، فيش فيها وجود لأي فلسطيني مش مع ناصر مقاومة أو غيره. فهتتكرر هذه المجازر بصورة أو بأخرى، هتتكرر الأخطاء، وبالتالي ليس مطلوب منا أن احنا ندين ما يجري في كثير من المناطق، لكن علينا أن نقدم هذه الأمور إلى المجتمع الدولي من خلال النوافذ الإعلامية المختلفة. أمر مهم للغاية، التحرك ليس تجاه الأمم المتحدة ولكن لنقل الرسالة للجمهور الدولي أن هناك دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة وانشأت بنص قرار، إسرائيل كما تعلم انشأت بنص قرار دولي، قرار 181 صدر سنة 47 والقادم بإعلان دولتين على الأرض، دولة عربية ودولة يهودية. إن هذا الكيان لدولة الاحتلال يقوم بهذه الأعمال، لا يكفي أن ندين ونجم ما يجري، ولكن بطبيعة الحال مطلوب مواقف مسؤولة ومطلوب أن ننقل الصورة إلى الخارج وإلى النطاقات الإقليمية والدولية بقدر. يعني أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، على وجود حضرتك معايا.